لا زالت نار البلدي تسكن الصغيرة والكبيرة في المدينة، وتستهوي العنصر النسوي وتجعله يكسر قيود الأعراف والتقاليد ليدخل في مجاله. فإذا كانت الفنانة عائشة الزقود قد رفعت التحدي وتجاوزت كل القيود والمحن وأبدعت في هذا التراث، فإن شابة أنيقة ستأخذ المشعل في أواخر العقد الثاني من القرن 21، اسمها نعيمة الدريوش. ابنة الرشيدية تعلقت بفن الراي في بدايتها، لكنها وجدت نفسها في قلب فن البلدي الذي تشبعت به وهي طفلة، فأبدعت به وطبعت اسمها في عالم هذا الفن. إنسانة خلوقة دفعها حبها للفن لأن تفرض نفسها وفنها على عائلتها وتجعلهم يتقبلون هوايتها ويثقون بها وفي الطريق الذي اختارته. شكلت أغنيتها الجميلة مع الرائدة عائشة الزقود لمنيمة فيديو رائع من كلماتها وتلحينها وعزف الفنان البارع عبد الهامد الذي قام بتسجيلها وتوظيفها وبثها على قناته لتحقق ملايين من المشاهدين. أغنية بطابع إيقاع بلدي جميل وفي تجاوب صوتي متناغم مع الفنانة الكبيرة عائشة الزقود. نعيمة الدريوش اختارت لنفسها طريق ونمط جميل بكلمات ومواضع لها علاقة بالمجتمع وفي قالب بلدي وشبابي. الآن تحمل مشعل العنصر النسوي في فن البلدي، ولا زالت تبحث عن نفسها في عالم فن البلدي بطريقة خاصة ومتفتحة وبألحان جديدة. يبقى الميزان البلدي هو الطابع الرسمي لها. نعيمة الدريوش فنانة صاعدة اختارت أن تتعلم من رائدة الفن بالمنطقة عائشة الزقود، اختارت مدرسة كبيرة لتستفيد منها ومن تجربتها ومن صوتها، وهذا ذكاء منها. كما أن تعاملها مع الفنان عبد الوهاب اختيار جميل باعتبار حيفيته وأستاذيته. نعيمة الدريوش فنانة صاعدة وأعمالها تتحدث عنها، ننصحها بأن تحسب خطواتها وأن تنفتح على فنانين عمالقة مثل مصطفى العنان وعبد الواحد مجبر وسي محمد شلولي والشباب الحالي. حفظ الله هذه الشابة بالتوفيق في أعمالها. سلسلة أعلام الرشيدية.